فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بمسألة ضع وتعجل، وهل هي جائزة؟ إذا كان لك دين على شخص مؤجل تقول له أعطني بعضه الآن وأطرح عنك الباقي، هذا اختلف العلماء فيه. ابن القيم أجازه، وأما غيره فيقولون لا، هذا مثل أخر وزد، مثل أخر وزد، يعني قاسوه على قلب الدين على المعسر. والمسألة فيها خلاف، ابن القيم رجح أنه جائز ضع وتعجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما أراد أن يجليهم ولهم ديون قال: ضعوا وتعجلوا. نعم.